من السلام والتقوى كان الرد الطرابلسي على قرار الحكم على الوزير السابق ميشيل سماحة. رمزية المسجدين تعادتهما لتصل إلى حدود التهديد بأن ثوار سوريا قادمون إلينا إن لم ينصف القضاء اللبناني شباب أهل السنة. الشيخ سالم الرافعي الذي خطب بالمصلين في مسجد التقوى دعا إلى رفض قرار المحكمة العسكرية. الذين فجروا أو شاركوا في تفجير المسجدين وهم لا يزالون في جبل محسن، وأعطاني بعض التسجيلات الصوتية التي تدينهم فأرسلتها للأجهزة الأمنية ووعدوني خيرا، وحتى الآن لا يجرؤون أن يخبروني بشيء. إذا لم تنصفوا أهل السنة في لبنان اليوم فإن ثوار سوريا سوف ينصفون غدا. عند مسجد السلام الصورة مشابهة، نفذ المصلون اعتصاما احتجاجا على الحكم الصادر في حق الوزير السابق سماحة وبمشاركة النائب معين المرعبي. ينبغي هذه القضية ألا تموت، دعوا القضاء يتكلم بكلمته، بئس القضاء الذي يتكلم بهذه الكلمات، بئس هذا القضاء. شو بينفعني البلد إذا أنا دمي رخيص هالقد؟ هالقد رخيص دم السني عليكم. أما في سعد نير في البقاع فقد قطعت الطريق الدولية احتجاجا أيضا على الحكم وللمطالبة بالإفراج عن ربيع هاشم الحمصي أحد أبناء البلدة الذي يحاكم أمام المحكمة العسكرية.